إن رعاية السيد رئيس الجمهورية لهذا الحدث اليوم له اعتراف ضمني بأهمية التطوع في الجزائر، وتأكيد على ما توليه الدولة من عناية خاصة للقائمين عليه لما يحمله من قيم سامية في حياة الإنسانية، واعترافاً باحترافية الهلال الأحمر الجزائري وسعيه الدائم لنشر ثقافة التطوع. استطاع الهلال الأحمر الجزائري دولياً أن يخفف ولو جزئياً من معاناة النازحين والمهاجرين الغير الشرعيين وضحايا الكوارث الطبيعية في دول الجوار وحتى الدول الصديقة البعيدة، حيث تجاوز حجم المساعدات الدولية التي قدمتها الجزائر إلى الخارج 2000 طن من المواد الأساسية، وذلك بفضل العمل الدؤوب للمتطوعين ودعم الدولة وشركائنا بشركات خاصة وعمومية، والمهم بل الأهم الدعم الكبير والجاهزية المطلقة لوزارة الدفاع الوطني التي لطالما سخرت لنا كل إمكانياتها. إذا كان هناك من يستحق التكريم هي الجزائر، وإذا كانت عاصمة تستحق أن تسمى بعاصمة الإنسانية هي الجزائر، وأقول هذا بكل فخر واعتزاز. العالم اليوم الكثير من البلدان تسد الباب أمام النازحين واللاجئين، إلا الجزائر. الجزائر تفتح قلبها وأبوابها وبيوتها لكل من يحتاجها في العالم. إنني لا أبالغ حين أقول أن الجزائر كانت تاريخياً ودائماً وأبداً تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقدم بالشكر الجزيل إلى الجزائر، كل الجزائر، رئاسة وحكومة وشعباً.